أطفال الجوالات أو وضعها على الصامت. Please turn off your cell phone or put it on silent. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بأسراره في خلقه وحكمته في شرعه، فحبس نفسه على توحيده وقصر حياته وعمره كله على خدمته. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حديثنا إليكم في مقامنا هذا عن الولاء والبراء في قضية العصر. الولاء والبراء في قضية العصر. إن من أصول الإيمان أحبتي في الله أن يكون الله ورسوله والمؤمنين، أن يكون الله ورسوله والمؤمنون هم الأولياء من دون خلق الله جميعا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الممتحنة، لها قصة، تعالوا بنا نتدبر القصة وما تنزل فيها من آيات كريمات ثم نرى تنزيل ذلك على القضية التي نعيشها في واقعنا المعاصر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ابن أبي طالب وأبا مرثد الغنوي والزبير ابن العوام وقال لهم انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة، امرأة راكبة على هودج معها كتاب، معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني به. تمام، انطلق الركب، وصلوا إلى الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا المرأة راكبة على بعير، قالوا لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب. نعم يقولون فأنخناها فالتمسنا فلم نجد كتابا، فقلنا والله ما كذبنا رسول الله، الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الحزم وجدة الموقف أخرجت الكتاب من حجزتها، معقد لزار في هذه المنطقة، أخرجته ودفعت بالكتاب إليهم، فعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر بعض كتب السير مضمون هذه الرسالة، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من أهل مكة، أما بعد فإن رسول الله قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو جاءكم وحده لصدقه الله وعده، فانظروا لأمركم والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختار نخبة من أصحابه قلة أخبرهم بأمر توجهه إلى فتح مكة، ولم يشأ أن يجعل هذا خبرا عاما حتى يتم فتح مكة من غير أن تراق نقطة دم واحدة. لكن واحد ممن استودعهم هذا السر واستكتمهم إياه في لحظة ضعف بشري ولحظة سوء تأويل كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة يفشي فيها ما استكتمه رسول الله إياه من سر. جاءت الرسالة وعمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، خان الله ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل، يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ ليه كده؟ ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، والله ما كفرت بعد إيمان، والله ما ارتدت عن ديني، والله ما كنت غاشا منافقا، إنما قلت أتخذ عند القوم يدا يدفع الله بها عن أهلي وعن ولدي، وما من أحد من أصحابك إلا وله عند القوم أهل وعشيرة يدفع الله بها عن أهليهم وعن أولادهم، فأردت إن فاتني ذلك من النسب إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم. يعني I am not citizen, I am green card only. لم أكن من قريش أنفسهم، قد كنت ملصقا في قريش، فأردت إن فاتني ذلك من
النسب أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عني عن أهلي وعن ولدي هناك. نعم وقلت إن هذا لا يضر الله ورسوله أنتفع بهذا ولا يضرك، إن الله ناصر الرسول ومتم له أمره. هذا التأويل الذي قام في ذهني فحمله على كتابة هذه الرسالة. هل المسألة مشيت كده؟ لا، لقد سجلها الله قرآنا يتلى، سورة كاملة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ثم مضت الآيات الكريمات تلقن الصحابة درسا بليغا بمناسبة هذا الموقف، تمحيض وتجريد الولاء لله ورسوله، ألا توالي أعداء الله خاصة في لحظات الصدق والجد، في لحظات المفاصلة عندما يتقابل الفريقان، يفترق الصفان ويتقابل الفريقان ويهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حاطب هذا قال صدق لا تقول إلا خير. لا يزال عمر غاضبا، دعني أضرب عنقه، خان الله ورسوله والمؤمنين. يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تجريد الولاء لله ورسوله، إسقاط التأويلات مهما كان لها زخمها في نفوس أصحابها، مهما كان لها تأثيرها وتزيينها في نفوسهم. يقابل هذا موقف كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا يا أحبائي، عندما أمر النبي بمقاطعتهم حتى بلغوا الحال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، في اللحظات العسرة والشديدة يأتي نبطي من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك؟ خير، معه كتاب من ملك غسان. يقول له أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك بأرض هوان فأقبل علينا نواسك. الملك الكذاب هذا يستثمر لحظة الضعف هذه، إنه يظن أن كعب ابن مالك هذه الشاه القاصية من القطيع الذي يحاول الملك الذئب أن يسطو عليها. أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. والله كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جفا حقيقة كعب بن مالك. إن الرواية تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر دخول كعب بن مالك إلى الصلاة ثم يلتفت إليه لكي يملي عينيه منه، فإذا انصرف من صلاته أدبر عنه، يجمع ما بين محبته له الجبلية والإيمانية وبين موقف التأديب الذي ينبغي أن يقفه المربي الحازم. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. لكن الملك الذئب أراد أن يستثمر هذه اللحظة، أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك بأرض هوان فأقبل علينا نواسك. تخيل واحد في اللحظات الضعف دي وجاله لجوء سياسي وجواز سفر وتذكرة درجة أولى والدنيا زي الفل، إيه اللي يخليه في الزنقة دي؟ لكنه الإيمان أقوى من عوامل الفتن ومغرياتها، فقال وهذه أيضا من البلاء
قال فتيممت بها التنور فسجرته بها، خدت الرسالة وارمتها في الفرن أحرقتها. عندما يقف الإيمان راسخا في نفوس أصحابه كالجبال الشم الرواسي، وعندما يواجهون الأحداث بعزيمة دونها العواصف الهوج، هكذا كان دأب الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتذكر هذا كله ونحن نرى بالقسين المتصهينين الجدد، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. في الماضي كانت محاولات تسلل على استحياء خفية، اليوم لقد زال القناع، لقد سقط القناع أو أسقط وأسفر الوجه القبيح من تحته ليعلن وبلا مواربة وبلا حريجة من حياء أو دين أو خلق، يعلن الاصطفاف إلى صف المعتدي، يعلن مؤازرته، يشن الغارة على قومه، يشن الغارة على بني جلدته. بأي وجه يلقون الله عز وجل؟ يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا ويل لهم من يوم يوقفون فيه على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إن الولاء الديني لأهل الإسلام وإن البراء الديني من المحاربين الكافرين المعتدين الظالمين جزء من أصل عمل القلب في باب الإيمان. لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. إن سقوط هذا القد يعني سقوط أصل أصيل من أصول الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه القضية مبثوثة في تضاعيف هذا الكتاب المبارك، فيما لا يحصى من الآيات القرآنية تحمل هذا المعنى رسالة مدوية مجلجلة قوية لا تزال تتهادى عبر الزمن، تنتقل عبر الأجيال كلها لكي ترسخ هذا المعنى المكين والأصل الأصيل في نفوس المؤمنين والمؤمنات على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is talking about the allegiance to Allah عز وجل. To give your allegiance to alliance to the Allah and His Messenger and to the believers, which is the core of our faith in Allah Azza wa Jal. That we give this alliance to Allah and His Messenger and to the believers and to support, to give victory at any time of need against anybody from humanity. Allah Azza wa Jal has forbid us from given allegiance, to give alliance to the enemies of Allah, to the enemies of the believers, in so many places in the Quran. And the Sheikh talked about Surah Al-Mumtahina, that came directly clarifying that alliance to Allah Azza wa Jal. Where Allah Azza wa Jal told us not to take His enemies and our enemies as allies. After they clarified themselves as disbelievers in Allah and what descended from Allah Azza wa Jal. And the story is simply as follows, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told a group of companions to go after a woman who was traveling back from Al-Madinah to Mecca.
and to stop her and take a letter that she is hiding, that she is taking back to the people of Quraysh. And it was a letter from Hatib, son of Bultaqa, to the disbelievers of Mecca. And when they reach the area where the Prophet ﷺ told them to meet that woman, they stopped her. They asked her for that letter, and she declined that she had anything. And in the initial check, they could not find anything, but they know that the Prophet ﷺ never lies. He tells the truth. So they told her that she better get that letter out, or they're going to have to physically search her. And when she knew that they're determined to do so, she got that letter out of the place she was hiding in her clothes. And in it, it says from Hatib ibn Baltaqa, Ibn Abi Balta'a. Balta'a. To some people of Quraysh, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is coming to you with an army. And even if he came by himself, Allah will support him. Allah will make him victorious. So see what is better for you to do. It's a warning that the Prophet ﷺ is about to go and conquer Mecca. And he, alayhi salatu wasalam, when he decided that he's going to go for the liberation or the opening of Mecca, he did not tell everybody. He did not tell the army. He only told few of the elite of the companions. But at a time of weakness, Hatib this mistake where he sent that letter to the disbelievers. And of course, as we all know how anxious Umar ibn Khattab, who wanted to cut his neck right then because of his betrayal to Allah and his messenger, to the believers. And the Prophet ﷺ was very calm. And he never rushed into doing any decision. He told him, why did you do this? He wanted to hear from him. He wanted to defend himself, to see what he will say. And he told him, O Prophet of Allah, most of your companions, they have families, they have relatives back in Mecca. If something happened, the family allegiance, the tribal allegiance will always support them. They will support their families. But I am a person who is attached to the people of Quraysh. I don't have a family. I don't have supporters. I thought if I did this, I'll have somebody who could take care of my family and kids who are still back in Mecca. And Allah knows that I did not do this because of lack of faith in Allah. Or you, Prophet of Allah Azza wa Jal, alayhi salatu wasalam. But I know Allah Azza, I know that what I did will not make any difference. Because Allah will make you victorious. I'm certain Allah will make you victorious over the disbelievers. And of course, Umar ibn al-Khattab wanted to kill him right there and then. And Allah Azza wa Jal put this as a Quran to teach us, to teach the companions, and to teach us after them that the allegiance should only be to Allah, His Messenger, and to the believers. And the Umar wanted to kill him, but the Prophet ﷺ said, he said the truth. He will not say nothing but good. And then he told Umar, he, Hatib, had witnessed Badr. He was one of the Muslim fighters in Badr. And he said, maybe Allah Azza wa Jal looked at the fighters of Badr and he told them, do whatever you want after this. Nothing will harm you. That he has forgiven their sins. And that's different from what happened to Ka'b ibn Malik, one of the three that was late in joining the Muslim army in the Battle of Tabuk. When he was isolated in Mecca, nobody would talk to him, and he felt like the whole earth is about to choke him. He could not find any ease in his situation. Then he received a messenger from the king of Ghassan. He was asking about him, and he gave him a letter saying, asking him to come and join the kingdom of Ghassan, that he's saying that Muhammad has deserted you. Your friend had deserted you. Why don't you come and join us and be with us? Of course, he's a liar. The king of Ghassan has no interest in him, but he just wants to break the Muslim allegiance.
want to break the Muslim community. What did Ka'b ibn Malik do? He burned that letter. He did not even look at it, I mean, consider it. And he could have easily joined the other camp because he's isolated. But he knows that the Prophet ﷺ never deserted him. He knew that he ﷺ was looking at him before the prayers, waiting for him to come to join the prayers. And but he ﷺ was a true leader. Just like any father who needs to discipline his kids, he had mercy on them. But he knew that there's time that you have to be tough. You have to discipline. And that was one of the times that he ﷺ was teaching the ummah on how to discipline a person when he do something wrong. At the time of calamity, that's when you really, truly have to look for the facts, look for the truth, and insist on the truth. And nowadays, when we want to apply this situation on what is happening nowadays with the new Zionists that we see coming out, where in the past, we knew there is hypocrites who were joining the Zionists in their plot against Islam and the Muslims, but they were doing it behind doors. Now they're doing it in public, in front of everybody, have no shyness of Allah Azza wa Jal or the people. And Allah Azza wa Jal exposed them. But we, as the Muslims, we have to always remember that our allegiance, our alliance, especially at the time of need, at the time of war, at the time when your brother, the Muslim brother, needs you, you have to show your allegiance to Allah, to His Messenger, and to the believers. May Allah make us among the believers that He is satisfied with. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله استقيموا للصلاة يرحمكم الله الله أكبر سبحانك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصابع على هذه الخطبة، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها ويجعلها في ميزان حسناته وانفعنا وإياكم بها. أخوان الكرام، كما ترون يعني الباص تبرعات الدم يعني في الخارج إن شاء الله، ونرجو من الجميع إن شاء الله لمن يستطيع أن يعني يأخذ بس ربع ساعة من وقته إن شاء الله، على الأقل تخرجوا بشاشة حمراء زي هيك حلوة إن شاء الله تنبسطوا فيها شوي، لكن فيها أجر عظيم إن شاء الله. فكثير من إخواننا يعني على الأقل أعرف واحد إنه وقف العملية تبعته لأنه ما في نوع دم اللي أخذوه، والعملية تبعته مش عملية
فيها يعني حياة وموت. لكن نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع أخوان المرضى من المسلمين في هذا المسجد وفي كل مكان. لكن هذا الأمر في غاية الأهمية، فمن عنده القدرة إن شاء الله نرجو منه أن يأخذ ربع ساعة أو نص ساعة بالكثير إن شاء الله للتبرع بالدم. The first thing is to remind everybody about the blood donation. We ask everybody to pre-register, but they take all walk-ins. Of course, if everybody goes right now, they're not going to be able to reach everybody, but they will be here until 4 o'clock. It's very essential we do this because there's a lot of brothers and sisters from our community who need that. I know of at least one person, one situation where the operation was rescheduled because of the lack of blood in the city of Houston. So we urge inshallah to donate. May Allah accept from you. May Allah save a life through you and give you the reward for it in the hereafter, and this life in the hereafter. As far as the construction, just to give you a quick update, we did not stop. We're still working day and night, but there is a lot of technicalities that happens behind the doors that we work in tirelessly with the contractor. In particular, only a few people know about all these details, but you know about a third-party inspection, so we can inspect the building at all times, make sure that they're doing the right job. That takes time to prepare. There is so many other things, like the material we're going to do for the next phase. The price went doubled since the Ramadan or before Ramadan. So we are working hard to find something that could be workable, inshallah. But inshallah, soon you'll see some movement in the building. And inshallah, Allah will enable us to pray in there soon. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.